قام سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم بجولة تفقدية في قطاع أمن الحدود وقطاع أمن المنافذ بالحدود الشمالية للبلاد. رافق سموه خلال زيارة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر لمحمد الصباح. وكان في استقبال سموه لدى وصوله لمركز لبحيث الحدودي في منطقة العبد لمعالي وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح وكبار القيادات في وزارة الداخلية. واطلع سموه على عرض تقديمي عن مهام ونظام العمل في مراكز الحدود وآلية الربط بين المراكز الحدودية وغرفة عمليات الإدارة العامة لأمن الحدود البرية. كما قام سموه بزيارة منفذ العبدلي واستمع إلى شرح عن طبيعة العمل في المنفذ وكيفية التنسيق بين الجهات المعنية، واطلع على آلية سير العمل فيه وأنظمة وأجهزة الرصد المستخدمة في التفتيش. ثم تفقد سمو رئيس مجلس الوزراء مركز صخيبري الحدودي وشهد عرضا مرئيا عن آلية عمل الكاميرات الحرارية ونظام الأمني الكهربائي في ضبط المتسللين والمهربين. بعدها انتقل سموه إلى مخيم الردقة وشهد عرضا لفرقة خيالة وزارة الداخلية التابعة لقطاع التعليم والتدريب وعرضا آخرا لآليات قوات الأمن الخاصة وأمن الحدود البرية، علاوة على عرض مرئي لخطة ودور القوات الخاصة في التصدي لأي اضطرابات. هذا وقد أقام معالي وزير الداخلية مأدبة غداء رسمية على شرف سمو رئيس مجلس الوزراء وأصحاب المعالي الوزراء المرافقين، حضرها كبار القادة في وزارة الداخلية. وأدلى سمو رئيس مجلس الوزراء بتصريح صحفي قال فيه ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سعيد اليوم أن أتواجد مع إخواني وأبنائي منتسبي وزارة الداخلية، ويشرفني أن أنقل لهم تحيات وتمنيات سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى القائد العام للقوات المسلحة، و سيدي سمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح ولي العهد. مع التوجيه القيادة السياسية بتوفير كل ما يلزم لوزارة الداخلية ومنتسبي وزارة الداخلية، أنا سعيد أن أشهد هذه الإنجازات التي تحققت في تطوير الطاقة البشرية وتطوير الأجهزة والمعدات، ويسرني يعني أن أشاهد هذا التحول الرقمي اللي تقوم فيه وزارة الداخلية في تسهيل كل الإجراءات للمواطنين والمقيمين. الأمن هو سياج كل القضايا، وزارة الداخلية هي العين الساهرة على الأمن والاستقرار بالبلد. لن يتحقق ذلك إلا من خلال تطوير والتحديث في القدرات والإمكانيات وكذلك التدريب المستمر لمواجهة أي حدث طارئ أو مستجد. فكل الشكر والتقدير على يعني ما يقومون فيه منتسبي وزارة الداخلية من جهد وتفاني في خدمة الأمن والاستقرار في البلد وتطبيق القانون وإشاعة الطمأنينة في الدولة. أنا سعيد اليوم أن أتواجد في قطاع الحدود البري الشمالي، يعني حيث شاهدت الإمكانات المتاحة لمنتسبي هذا القطاع وحرصهم على منع أي تسلل أو تهريب
لحدودنا، وأسعدني تنسيقهم مع أشقائهم في الجانب العراقي بما فيه مصلحة الكويت والعراق ودرء كل خطر عن حدودنا. أيضا ودي أستثمر هذه الفرصة لأشير إلى زيارتي إلى منفذ العبدلي، واللي بسبب الجائحة والظروف الصحية تم العمل فيه على أقل مستوى ممكن، لكن يسعدني أن أعلن بأن إن شاء الله الأسبوع القادم سوف يتم فتح منفذ العبدلي لزيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والتنقل بين الكويت والعراق بما يعود بالمنفعة على البلدين ضمن الاشتراطات الصحية اللي تتطلبها وزارة الصحة. كذلك يعني أود أن أشير أن الوضع الصحي ولله الحمد مستمر في الاستقرار، وهذا يتطلب منا بعد ما نتابع ما يحصل في دول متعددة بالعالم، ارتفاع المتحور الجديد أوميكرون وزيادة الانتشار والإصابات، أن يعني نلتزم بالإجراءات الصحية بلبس الكمام والتباعد والتطعيم، هي يعني الوسيلة اللي أمامنا لإن شاء الله تخفيف الأضرار من هذا المتحور. متابعة حثيثة من وزارة الصحة ومن اللجنة الخاصة بكورونا بمجلس الوزراء ومن مجلس الوزراء إن شاء الله لمتابعة كل المتطورات بشأن هذا المتحور. نسأل الله العلي القدير أن يجنبنا ويجنب العالم هذا الوباء، وشكرا لكم. ومن جانب آخر، ألقى معالي وزير الداخلية كلمة بهذه المناسبة جاء فيها ما يلي. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظكم الله ورعاكم، إخواني أصحاب المعالي الشيخ حمد جابر العلي الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وأخي معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح وزير الخارجية وزير الدولة شؤون مجلس الوزراء، أصحاب السعادة، إخواني الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية يشرفني بالإصالة عن نفسي وبالنيابة عن كافة منتسبي وزارة الداخلية من قادة وضباط وضباط صف وأفراد ومدنيين أن نرحب بسموكم ونعرب لكم عن بالغ سعادتنا بزيارتكم الكريمة لإخوانكم وأبنائكم منتسبي وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك، والتي بدأت من مركز البحيث مرورا بمنفذ العبدلي الحدودي والذي يعتبر المنفذ الرئيسي بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيقة، ما يعكس حرص واهتمام قيادتنا على دعم وتشجيع أبنائها وبناتها من منتسبي وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك، تقديرا منها لجهودهم المخلصة وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن وطننا وحفظ أمنه واستقراره وسلامة أراضيه. كما يشرفني أن أعرب باسمي ونيابة عن منتسبي وزارة الداخلية عن خالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة تجديد الثقة الغالية بسموكم من قبل القيادة السياسية، وذلك بإعادة تعيينكم في منصبكم رئيسا للوزراء، سائلين المولى عز وجل أن يعينكم على حمل هذه الأمانة والقيام بمسؤولياتها لمواصلة مسيرة الخير والإصلاح والعطاء لوطننا المعطاء. سيدي حفظكم الله، إن وزارة الداخلية وبدعم وتوجيهات قيادتنا الحكيمة ومتابعة سموكم الكريمة ماضية بعون الله تعالى في تنفيذ خطط تطوير والتحديث في جميع قطاعاتها والارتقاء بمستوى منتسبيها لتمكنهم من أداء مهامهم وواجباتهم على أكمل وجه. سيدي، إن أخوانك وأبنائك في وزارة الداخلية مستمرون في بذل ما في وسعهم من جهود، مجددين الكويت أميراً وولي عهداً وحكومةً وشعباً بأننا على دروب الأمن سائرون وعلى العهد محافظون، وأننا سنظل متيقظين لكل التحديات والمستجدات وقادرين على مجابهة الأصعاب،
فاستقرار الوطن وأمنه مسؤولية مصيرية تفرض علينا جميعا حماية هذه الأرض الطيبة من أجل استمرار مسيرة البناء والتنمية. أسأل الله تعالى أن يكلل جهودنا بالنجاح والتوفيق في ظل القيادة الحكيمة لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وبتوجيهات سموكم السديدة حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.